أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إنه تمنى لو كان خطاب أمير قطر الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل. وأكد قرقاش أن المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمق الأزمة وأن الحوار ضروري ومطلوب، لكن عماده المراجعة. أشاد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور القوات المسلحة المصرية الفاعل في التصدي للأخطار والتحديات التي تهدد أمن مصر والمنطقة. وقال الشيخ محمد بن زايد إن دور مصر المحوري إلى جانب التكاتف والتضامن بين الأشقاء هو السبيل الأمثل لردع الطامعين والعابثين. شنت مقاتلات التحالف العربي 7 غارات جوية على معسكر استراتيجي تابع للحوثيين في محافظة تعز جنوب صنعاء. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري إن طيران التحالف استهدف مواقع الميليشيات وسط معسكر خالد بن الوليد وفي محيطه. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني افتتاح خط إنتاج لنسخة جديدة من صواريخ الدفاع الجوي. وذكر التلفزيون أن الصاروخ الذي يطلق عليه اسم صياد 3 هو نسخة مطورة من الصواريخ السابقة، وقد أنتج بتقنية محلية. وتعلن إيران في بعض الأحيان إنتاج أسلحة محلية متطورة، ولكن لا يمكن التحقق من ذلك على نحو مستقل. أسند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهمة إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران إلى مجموعة من موظفي البيت الأبيض. وكشف تقرير صحفي أمريكي أن ترامب نقل هذه المهمة من وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض بعد إخفاق الوزارة في إبراز عدم التزام طهران بما جاء في الاتفاق. وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض إن ترامب يهدف من هذه الخطوة إلى إقصاء وزارة الخارجية التي أخفقت في وجهة نظره في إعطائه تبريرات للانسحاب من الاتفاق وإمكانية محاسبة وردع النظام الإيراني. وضع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان حدا لكل الشائعات التي تحدثت عن رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو هذا الصيف، مؤكدا بقاءه لسنتين أو 3. وذكر زيدان خلال معسكر الفريق في أمريكا أن رونالدو يشعر بالراحة مع الفريق وأنه سيستمر معه في المرحلة المقبلة على الأقل إلى غاية نهاية عقده الحالي. إلى اللقاء.